السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصحيح الشكل والتطبيقات الكتابية. السياحة بالمغرب. أولا الشكل. السياحة بالمغرب. تؤدي السياحة الشاطئية دورا أساسيا لجلب السياح الأجانب الوافدين على المغرب، وما زالت تحتفظ بموقعها المهيمن، فقد أدت جمالية المدن العتيقة إلى خلق مدارات سياحية ما زالت تحظى بنوع من الإقبال. وإذا كان المغرب معروفا بغنى تراثه الثقافي، فالاستغلال السياحي لهذا الرصيد غير كاف إلا قليلا، ذلك بأن الرصيد الذي توفره الطبيعة ينبغي أن يمكن المغرب من أن يقدم في بداية الموسم وفي آخره منتوجات موجهة أساسا نحو الراغبين في ممارسة الرياضات أو تعلمها. ويتوافر المغرب على جغرافية صالحة لسياحة المغامرة، خصوصا في الأطلس الكبير والأطلس الصغير والجنوب، لكن هذا النوع من السياحة ليس متطورا سوى القليل. ثانيا أشرح. أولا المهيمن، معناها المسيطر والبارز. ثانيا العتيقة، بمعنى الأصيلة والقديمة. ثالثا المغامرة، بمعنى التحدي والمخاطرة. ثالثا آتي بمفرد السياح، مفردها السائح. الأجانب مفردها الأجنبي. الوافدين مفردها الوافد. مدارات مفردها مدار. رابعا أجيب. لما يقبل السياح الأجانب على زيارة المغرب؟ وذلك للتمتع بجمالية شواطئه ومدنه العتيقة. هل يعتبر الاستغلال السياحي للتراث المغربي كافيا؟ لا، ليس كافيا. كيف يمكن أن تخدم جغرافية المغرب السياحة؟ وذلك بتطوير سياحة المغامرات الجبلية. ننتقل إلى أول سؤال في التراكيب. أبحث في النص عن الجمل التي تتضمن الاستثناء وأدرجها في جدول كالآتي. الجملة الأولى هي: فالاستغلال السياحي لهذا الرصيد غير كاف إلا قليلا. المستثنى منه هنا هو الاستغلال. الأداة هي إلا، المستثنى هو قليلا، إعرابه مستثنى منصوب وجوبا. الجملة الثانية: ليس متطورا سوى القليل. المستثنى منه متطورا، الأداة سوى، المستثنى القليل، إعرابه سوى هنا مستثنى منصوب أو بدل، وذلك لأن الكلام منفي والمستثنى منه موجود. أعرب ما تحته خط. أول كلمة وهي المهيمن، وهي نعت تابع لمنعوته في جره. غير وهو خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. قليلا مستثنى منصوب بتنوين النصب. أستخرج ما ذكر في النص من أسماء الزمان والمكان وأذكر أوزانها وأفعالها في جدول مناسب. الاسم الأول وهو مغرب، وهو اسم مكان وزنه مفعل فعله غرب. الاسم الثاني موقع، وهو اسم مكان على وزن مفعل وفعله وقع. ثم الاسم الثالث وهو مدار، وهو اسم مكان على وزن مفعل وفعله دار. والاسم الأخير موسم، وهو اسم زمان على وزن مفعل وفعله وسم. أصوغ مصادر الأفعال الآتية: الفعل الأول لعب، مصدره لعبا. تحتفظ، مصدره احتفاظا. أدى، مصدره تأدية. تحظى، مصدره حظوة. توفر، مصدره توفيرا. يتوافر، مصدره توافرا. ما أفعال المصادر التالية؟ جلبا فعله جلب. خلقا فعله خلق. إقبالا فعله أقبل. غنى فعله غني. استغلالا فعله استغل. تعلما فعله تعلم.